في اليوم 60 من الحرب تشهد العمليات العسكرية الروسية تصعيدا في بعض المدن الأوكرانية وتهدئة في بعضها الآخر، حيث أعلنت كييف قصف وتدمير مركز قيادة روسي في مدينة خيرسون، حيث أدى القصف إلى مقتل جنرالين روسيين وإصابة آخر بجروح. بدوره ذكر مستشار الرئاسة الأوكرانية أن 50 ضابطا روسيا رفيعا كانوا في مركز القيادة في خيرسون عندما تعرض للقصف فيما لم يعرف مصيرهم بعد. من جهتها قالت روسيا إنها دمرت محطة لوجستية داخل مطار عسكري بمنطقة أوديسا تستخدم لتخزين الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وتتعرض مدينة خاركييف إلى قصف روسي مكثف منذ يومين، خاصة الأحياء المركزية والشمالية في منطقة سالتوفكا. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية. Thank you.